من بيت لحم نريد إرسال تحية إلى جميع المعلمين في تشيلي بمناسبة يوم المعلم. عملكم هذا يمكن الأطفال من تحقيق أحلامهم. يوم سعيد للمدرس. من فلسطين نحتفل مع المعلمين والمعلمات في تشيلي بهذا اليوم المميز. تضحياتكم وجهودكم اليومية وتفانيكم في هذا اليوم هي مثال يحتذى به. نتمنى لكم التوفيق في هذا اليوم ودائماً.